واما المصيبة اللي تزلزل هالوطية مصيبة عزيز حسين برض الغاضرية جن يشوف على الثرى طايح رمية ثم أخذ أمير المؤمنين يتصبب جبينه عرقا كأنه اللؤلؤ الرطب. هنا ارتمت زينب على صدره قالت أبا أرى جبينك يتصبب عرقا؟ قال إن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وسكن أنينه. صاح أبا محمد وجهني إلى القبلة. اسمع اسمع، لما وجهه إلى القبلة قال أولادي، جعل ينظر يشخص ببصره، قال أولادي هذا رسول الله، هذا حمزة، هذا جعفر، بني زينب، هذه فاطمة. الفقرات القادمة أنا أقرأ هدية للإمام الحجة سلام الله عليه حتى يمسح على رؤوسكم هذه الليلة. وعند احتضار الموت مد يديه وأسبل رجليه. أنا أكشف رأسي الليلة، أكشف رأسي للإمام أمير المؤمنين. ومد يديه وأسبل رجليه وقرأ سورة ياسين حتى ختمها وقال الله خليفتي عليكم وكفى به خليفة ودار في عينيه في أولاده. تأملها، دار في عينيه في أولاده ثم فاضت روحه الشريفة. رحم الله من نادى وعلي، رحم الله من نادى وإماما، رحم الله من نادى ومظلوما. خرجت زينب إلى صحن الدار شابكة عشر أناملها على رأسها منادية وذلا. صاحت الشهر 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 يبكي على تمامه، الشهر يبكي على تمامه والفرض يبكي على إمامه. وابو حسين وابو حسين ما تمم صيامه، لف العيد لف العيد وعياله. ويلي أبو حسين ما تمم، ويا زينب وين ما قاعد، أبو حسين ما تمم صيام، ويلي لف العيد لف العيد وعياله. والله لف العيد وعياله أسرعوا هذه الليلة في تجهيز أمير المؤمنين سلام الله عليه. أخرجه الحسن والحسين. يقول الإمام الحسن سلام الله عليه وإذا بمقدم السرير يرتفع، ها ارتفع، لكن قبل لا يطلعونا أريدك بس تلتفت لي التفاتة، الليلة مصيبة بارك الله فيك، وأريدك تعطي حق المصيبة. ها لما أرادوا أن يخرجون نعش الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالدار، وإذا هني تصيح صيحة ثانية زينب، صاحت وعليا
شتقول زينب؟ تقول خلوه عندي بس سواد الليل. خلوني أودع أبو حسين. خلوه عندي بس سواد الليلة وباكر يا ابو محمد معاك نشيل. يا مجتبى لا تبعدون عنا بنودع الكرار حيدر كيل. عد راس نجي يمه ونجر ونايا ريضوا بحيدر يا الذي تشيلون. أخذوا أمير المؤمنين، ارتفع مقدم السرير، رفعوا المؤخر أينما وضع المقدم وضعوا المؤخر. يقول الحسن كشفت التراب، ها بمجرد أن أهلت التراب شوية حركته فانكشف قبر مكتوب عليه ساجة منخورة كتب عليها هذا ما ادخره نوح النبي للعبد الصالح علي بن أبي طالب. هذه خطوة عظيمة في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانية والتفوق ثالثا.